مشاهدينا أهلا بكم. تداول مستخدمون مقطع فيديو تم تصويره في العاصمة البريطانية لندن لسيارة قديمة من الطراز الكلاسيكي تحمل لوحات كويتية يملكها الشاب الكويتي عبد الله الملعبي. السيارة قام صاحبها بتزيينها بعبارات وملصقات توضح خط السير لجولته مع أصدقائه في عدة دول شملت قارتي أوروبا وآسيا. ومن خلال المقطع الذي تداوله المستخدمون قال الرحالة الشاب أن نقطة البداية كانت من دولة الكويت إلى تركيا وانطلاقا منها عبر البحر إلى 14 دولة أوروبية منها بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وغيرها، عبورا إلى المملكة المتحدة وصولا منها إلى المملكة المغربية، مضيفا أن التنقل بين تلك الدول يقتضي الإقامة في كل منها بضع ليال، معربا عن وجود خطة جديدة للتجول بين دول العالم.